بديل الزيت هو كريم مصفف بعد الاستحمام يتخلى يصفف ويغذي ويرطب الشعر وما يخلي الشعر مكفش. اكو الريمي، اكو البانتين، اكو لوريال، اكو الجارني، اسعارهم 5, 10, 15. اما هي مقشرات وماسكات، كل بيت كل حمام يحتاج تخلين بيه مقشر وتخلين بيه ماسك، كل اسبوع تسوين ادامه تقشير على ماسك واسعارهن ب 5000. زيوت تساقط شعر كيشكين، زيت الحشيش الافغاني، زيت الجامايكي، هذا كلش قوي فعال تساقط الشعر. هذا يقشرون بيه الركب والاكواع والعكوس واليدين والرجلين. سكر بنات مقشر موجود سعره ب 5000، اما هذا مورد الاقدام، وهذا مرطبات على 3004 و5. بس مو مرطبات جسم، لا مو مرطبات بشره، جسم يدين رجلين. النيله موجود، المقشر موجود، الماسك موجود. هذا عندنا المرطب للسيب الامريكي سعره ب 10، موجود اليوسرين سعره ب 30000، موجود السيرافي سعره ب 35، ومجموعه الاطفال جونسون موجوده بكل اشكالها، من زيوت من كريمات. هذا خوش مرطب، خوش مرطب لليدين كلش حلو، سعره ب 4. هذا مرطب البابايا، فشي تحفه لليدين. اما هذا مرطب البابايا للجسم كله. يرغبون البرتقالي، بس انا ارغب الابيض، بيه عطر وبيه ترطيب كلش عالي. موجود اليوسرين اللي يعانون من جلد الوزه وجسم ناشف كلش قوي ب 30000 سعره. موجود البير ليدي مرطب زائد بيه شويه نسبه ابيض سعره ب 20. موجود الجلسرين سعره ب 5000.